السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون أموركم كلها مزيانة يا رب. اليوم إن شاء الله جيت نقدم معكم شاورما سهلة وبنينة بحال المحلات تماما، وكتوجد يعني في وقت قصير، ما كتطلبش وقت بزاف، وأهم حاجة أنها مصوبة في الدار وأكيد غادي تكون أحسن بكثير من المحلات. نخليكم مع المقادير. عندنا دجاج مقطع قطع طولية أو مربعات، ماشي مشكل. هاد الدجاج أكيد مرقد من قبل في الملحة والحامض وسكينجبير أو مغسول مزيان باش ما تجيش فيه ديك السفورية. معلقة كبيرة ديال الشحمة مطحونة، معلقة صغيرة ديال الخل، معلقة صغيرة ديال عصير الحامض، معلقة كبيرة ديال لاصوص مطيشة أو ملعقة صغيرة ديال مطيشة الحك، لأن مطيشة الحك كونسونطخي كتر من هاد لاصوص. دانون طبيعي، مايونيز. بالنسبة للتوابل عندنا الإبزار، ثلاثة الورقات ديال الرند أو ورقة سيدنا موسى، الجوزة محكوكة، شوية ديال الجوزة، نص معلقة صغيرة ديال القزبور يابس أو مطحون، ثلاثة ديال الحبات ديال القاقلة، الزيتون بلا عظم مقطع، وأكيد غادي نحتاجو الخبز الشاورما. إن شاء الله أكيد غادي ندير فيديو خاص بالخبز ديال الشاورما إن شاء الله بحول الله، وحتى بليصوص ديال الشاورما. إذا نخليكم مع الطريقة. بسم الله. كنبداو بلاصوص ديال الشاورما. ضفنا دانون طبيعي، زدنا عليه الحامض والخل، لاصوص ديال المطيشة، القزبور يابس مطحون تقريبا نص معلقة صغيرة، ثلاثة ديال الحبات ديال القاقلة، أوراق الرند أو ورق سيدنا موسى، والجوزة محكوكة شوية، ماشي كاملة، شوية. هنا الإبزار، نص ملعقة صغيرة، كنوجدوا لاصوص ديال الشاورما وكنحطوها على جنب، وكنمشيو نوجدوا الدجاج ديالنا. من بعد ما كيطيب الدجاج ديالنا يعني نص طيبه، عاد كنضيفوا ليه هاد لاصوص، كنطيبوهم مع بعضياتهم حتى كينشف مزيان الدجاج، عاد ديك الساعات يكون واجد. كنخليكم مع طريقه التفصيل المهم. Thank you.
نتمنى فيديو اليوم يكون نال إعجاب ديالكم. مع السلامة وإلى فيديو جديد إن شاء الله. نهاركم مبروك.